الأول في التواصل مع حضراتكم من خلال التسويق والمبيعات والصيانة والكاستمر ريليشنز والرننج بيزنس اللي بتقدمه على مكانات التسويق والفاكس. الإدارات دي زي ما حضراتكم شايفين كده القوة بتاعتها بتتركز في السيلز والماركتينج وخدمات المعاونة، الصيانة ب 135 وده أكبر مشاركة، والسي ار اي كاستمر ريليشنز ب 25 فرد بيخدموا حضراتكم للأجهزة المكتبية كقطاع. نروح للمنتجات بتاعتنا. المنتج أول منتج عندنا اللي بدأنا بيه الـ MFD والسيتويشن بتاعه في السوق المصري. ولله الحمد من أول ما بدأنا وبداية من 2005 احنا رقم واحد في السوق المصري بأكبر نسبة مشاركة، وكانت 2014 9